سلام الغزاله ديالك، ديري لاباس عليكم بخير. نتمنى احوالكم تكون كامله ان شاء الله بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الوصفه اللي انا من محبين ديالها، وصفه اللي هي جد رائعه للشعر، وصفه يعني فيها عديد كما موضح لكم في الصوره، عديد وثم عديد من المكونات اللي هي رائعه البنات للشعر، تساقط، فراغات، طول، اي مشاكل البنات اللي هي خاصه يعني شعركم ما خفيف ما قويش، يعني دغيا كيتساقط لكم، يعني جميع المشاكل البنات على الشعر، هذه الوصفه هذه غتغنيكم على عديد من الوصفات. رائعه البنات، زوينه بزاف. غادي نبداو بالمكونات. اول حاجه عندي هنا وهو الشيح. الشيح البنات هضرت لكم بزاف الحلقات عليه، رائع البنات للشعر. عندي السنبل، السنبل مهم، جميع هاد المكونات البنات غنحط لكم الصوره ديالتهم هنا في سطح الفيديو. عندي هنا الشيح، عندي السنبل، السنبل البنات هو هذا، هو هذا السنبل كيكون على هذا الشكل هذا. عندي الدباغ، هنا هو الدباغ. عندي القرنفل، عندي هنا فريفرة، فريفرة البنات بزاف الاخوات ما كيعرفوهاش، ولكن راه زوينه بزاف، يعني ديروا بحث في جوجل وكتبوا فريفرة وغادي تلقاو المنافع ديالتها الرائعه للشعر والتساقط والطول ديال الشعر ديالنا. واخر مكون عندنا هنا هو الزاز. الزاز البنات مرطب وملين للشعر، الناس بكري كانوا كيستعملوه باش كيرطبوا شعرهم، وهاد الفوائد ديال الزاز بالنسبه لاننا حنا غنستعملو هاد النوع من هاد الحنه هذا، وانتم استعملوا اي نوع ديال الحنه ما كيخليش لكم الشعر ديالكم ينشف لكم. كونوا على يقين ان هاد الوصفه هادي تبعتوها بهذه الطريقه الشعر ديالكم ما غاديش ينشف لكم. غادي نعاود لكم الوصفه. عندي هنا الزاز، عندي الدباغ، عندي فريفره، وعندي هنايا الشيح، وعندي السنبل، وعندي ملعقه، راه انتم كتشوفوا واحد ملعقه صغيره من القرنفل، وعندي الحنه اي نوع متوفر عندكم. بالنسبه لي انا كنستعمل هذا النوع هذا لانني لقيت عليه واحد النتيجه اللي هي مرضيه وزوينه. كذلك عندي هنا الرمان، قشور الرمان، يعني كما قلت لكم انا ما كنرميش قشور الرمان، كنبقى نستافدوا منه، يعني هانتوما دائما عندي في القنينه. بالنسبه للزيوت عندي هنا زيت الثوم، يعني كتشوفوا ان الثوم يعني كنديروه هكايا، يعني كندير واحد الكميه بزاف وكنعملها في القنينه وكندير عليها زيت الزيتون وكتبقى عندي. وفوسخوليا الغزالات شعركم، فوسخوليا اختي، فوسخوليا خيتي شعركم، فوسخوليا شعركم. هنا عندي زيت الفاسوخ اللي هو هضرت عليه سوا بزاف الحلقات، قلت لكم انه زوين للشعر، طول، فراغات، تساقط. هنا عندي زيت الفاسوخ. واخر حاجه عندي هو زيت الخروع. زيت الخروع يعني كلشي كيعرف المنافع ديالو. هادو هما المكونات، وغادي ندوزو دابا للطريقه. غناخد واحد الاناء، بالنسبه للكميه نتوما كميه على حسب الطول ديال شعركم ويعني والكثافه ديالو. بالنسبه لي انا هنا راني واضعه جوج معالق هنا ديال سميتو الزاز، هنا ملعقه كبيره من السنبل تقريبا، حيت هاد شو سميتو الشيح البنات هو كي يعني ديرو غير شويه، هو كي تبارك الله وصل عندي كيعطي ملي كطحنو كيولي كثير. وضعوا هنا واحد جوج معالق اللي هما كبارين، وهنا تقريبا واحد الملعقه ديال فريفره، وملعقه كبيره ديال الدباغ، وهنا واحد من نص ملعقه من القرنفل. هادو هما الكميه اللي انا استعملت لشعري. غادي نوضعها هنا في هذا الاناء، غادي نزيد نضيف ليها الحنه البنات. قلت لكم نتوما اللي متوفر عندكم في المنزل، بالنسبه لي انا غنستعمل هذه. الا كانت عندكم حنه مطحونه على الايادي من الاحسن، انا الحنه ما عنديش مطحونه البنات على الايادي اللي هي طبيعيه، ولهذا غنستعمل هذا النوع هذا، غنستعمل على حسب الطول والكثافه ديال شعري. غنوضع تقريبا واحد جوج معالق الى ملعقتين ونصف، صافي. هذه الكميه لاننا وضعنا بزاف تاع المكونات اللي هي جافه ما كيدلاش نطيبو الحنه. وغادي نضيف ملعقه من الرمان، ملعقه من الرمان،
بالنسبه للزيوت نخليهم البنات في اخر مرحله. هنا غادي ندير الماء الدافئ او الماء الساخن باش غنخلطوا. ما كاينلاش البنات انا نستعمل واحد الماء يعني مغلي فيه الاعشاب، لانني انا هنا وضعت بزاف الاعشاب، ما كاينلاش، غادي نضع غير الماء المغلي ونرجع معكم. وهنا الكميه ديال الماء البنات كيبقى على حسب الخليط. غادي نضع الماء وفي نفس الوقت انا غنخلط حتى كنتحصر على القوام اللي انا بغيت، يعني شي قوام ما هو ثقيل ما هو خفيف. بالنسبه للزيوت، بالنسبه لزيت الثوم، زيت الثوم البنات غادي نضع ملعقه ونصف من زيت الثوم. طريقه سهله ديال زيت الثوم البنات، تاخذوا الثوم غتحطوه يعني تعملوه كما هكا يعني بالقشور ديالو، ومن بعد غتضيفوا له يعني فلحوه، غتشدوا الثوم وغتفلحوا غير هكا بالسكين وتوضعوا فيه زيت الزيتون وتخليوه لواحد المده تاع 10 ايام، ممكن انك تبداو تستعملوه. بالنسبه لزيت الخروع غنوضع ملعقه كبيره فقط، تبعوا الطريقه البنات، الشعر ديالكم ما غينشفش لكم. بالنسبه للناس اللي كيعانيو كيقول لك لا الحنه كتنشف لنا شعرنا، ولا ما حبيتوش انكم توضعوا الحنه ما توضعوش. بالنسبه لزيت الفاسوخ وضعت ملعقه، الا حبيتوا ما توضعوش الحنه البنات ما توضعوش الحنه، وضعوا في المكان ديال الحنه وضعوا الطين، الطين البنات يعني ممكن انكم تستغنوا على الحنه للناس اللي ما كيحبوش الحنه، والناس اللي ما كيحبوش ان اللون تاع شعرهم يتغير لهم استعملوا المكان الحنه الطين. صافي هذه هي الطريقه. دابا صافي حنا كملنا الوصفه، ولكن انا ما غنستعملش الوصفه مباشره لا البنات، غنخلي ونغطيها واحد الكيس، غنخليها البنات تقريبا الى انا وصيبتها في الصباح، غادي نديرها في المساء هاد الوصفه غنديرها في المساء. بحال دابا انا وضعتها يعني دابا الساعه 4 مساء، ما غاديش نديرها دابا الا ما بقاش الوقت، غادي نخليها حتى الصباح وغنستعملها لشعري، وغادي نتبعوا نكملوا الوصفه مع بعضياتنا. يعني غنخليوها بحال غنخمروها، نخمرها الليل كامل ومن بعد غادي نوضعها على شعري. غادي نبداو البنات على بركه الله. انا خليتها البنات الليله كامله، مهم سخنتها واحد شويه باش ما تبقاش لنا بارده، باش ما نديروهاش على فروه الشعر ديالنا والحنه بارده. المهم انا غنحيد هاد البلاستيكه وانا غادي. هنا درت البنات اللي جات كتعرفوا الحنه كتطلق في الايادي. المهم من الاحسن الشعر قسموه على نصفين، سرحوه هو الاول باش ما يعذبكمش، ومن بعد غادي نبداو بالحنه هي نخلطوا واحد شويه باش داك الزيوت كينسجموا لنا بعضياتهم. والحنه انا سخنتها
المهم البنات بعد ما درتو على الشعر درت الوصفه كامله ما خليت حتى حاجه، غنخليه من 3 السوايع حتى 4 السوايع اقل، يعني ما ديروش البنات اقل من هكايا، يعني الا بغيتو الشعر يستافد لكم اكثر خليه 4 السوايع. المهم غنغسلو ونظفو ومن بعد نرجع لكم. والنتيجة البنات هي هذه، فعلا الوصفة كتعطي واحد النتيجة اللي هي زوينة، وبالاخص انا ملي كنستعمل البنات الحنة يعني كتعطيني واحد النتيجة اللي هي زوينة بزاف. الشعر الحنة البنات راه هي دواء للشعر، الحنة بقاو تستعملوها راه هي دواء للشعر. بالنسبة للاخوات اللي كيتخوفوا منها كيقول كتنشف الشعر، الحنة راه ما كتنشفش الشعر. الحنة اللي استعملتوها مع مكونات اخرى زيوت بحال الاعشاب اللي استعملت انا، كونوا على يقين ان الحنة راه ما غتنشفش لكم شعركم. والحنة راه هاد الوصفة هادي كتصلح للتقصف اللي شعرهم تقصف لهم بالصبايغ، وشعرهم كيتقطع لهم، يعني الشعره كتلقايها طويله ولكن كتقطع لهم. بقاو تستعملوا هذه الوصفه كونوا على يقين ان شعركم ما غيبقاش يتقصف لكم باذن الله تعالى. وصفه زوينه البنات، استعملوها ودوموا عليها تقريبا من الاسبوع لاسبوع، راه غتعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. نتمنى من الحلقه انها تنال الرضا ديالكم البنات، عافاكم، نتمنىكم انكم تعاودوا تشتركوا وتفعلوا الجرس تاع القناه، لان الاشعارات للاسف ما كيوصلوش للعديد والعديد من الاخوات. نتمنى انكم تعاودوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات ديالي. جزاكم الله كل خير، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. وقولوا لي انتم في الاقتراحات ديالكم في التعليق شنو حابين الوصفه التاليه شنو ندير لكم، ونموت عليكم. وهذه هي النتيجه، نموت عليكم الغزالات.